نعترض انه كيروش هو اللي راح يكون ان شاء الله مدرب المنتخب الوطني الجزائري. تشوف انه كيروش قادر يوصل كما نقولوا نصف نهائي تاع كاس افريقيا في المغرب وتاهل لكاس العالم؟ كيروش مدرب عنده النظره، يقرا الجوار تاعو، يعرف الجوار تاعو قادر يمشي قادر. حاجه الاولى كيروش يعرف يخير لي جوار، خاطرش باش دير اكباسونال وشنو الحاجه الاولى لازم تعرف تخير الجوار اللي مليح وفور تاكتيك. شفتو قبض ايران لعب كاس العالم وكاس العالم واعره بزاف، منتخبات كبار عندهم بطولات قويين بزاف، وهكذاك منتخب ايراني ووقف. لو كان يقبض الجزائر عندها الامكانيات خير من ايران وخير من مصر، عندها اللاعبين في اوروبا يقدر يروح بعيد. انا ننصح صادي اخي المحترم صادي، ننصحه يروح يجيب لنا كيروش. وهادو الناس اللي قال لك كيروش يلعب باللور، سينو ما تلعب باللور، تقبض مصر كيف ما تلعبش اللور. جمال بن ماضي جاب لنا كاس افريقيا، نحييه، كي يعطيه الصحه. كي خلصت مبارزم كاس افريقيا كاين دي جوار كبروا كان يبدلهم ما بدلهمش، راح لعب كوب دافريك تاع الكاميرون خرج بريميتر، وما حنا قلنا يغير العقليه تاعو يبدل هذوك لي جوار، بقى في هذوك لي جوار، زاد لعب هذه كوب دافريك وخرج بريميتر. يعطيه الصحه بالماضي. نتمنى مام لي جوارنا، كاين رساله، انا عندي جاري كان يلعب كرة قدم، يلعب في ليون، يلعب مليح، يلعب طريطري بيان، حاوزوه ما ملي جوار في فرنسا نقصونا شويه، راهم فرنسا ميسابوطيونا لا فورماسيون. انا نتمنى رئيس الفيدراليه يجيب كيروش مدرب للمنتخب الوطني، ونتمنى يجيب لنا سعيد حدوش باش يديفلوبي الانديه، وباش يعاود يفتح الاكاديميات، وباش يفتح الاكاديميات لازم يجيب سعيد حدوش باش يجيب لنا دي فورماتور نيفو عالي باش يعاودوا يفتحوا الاكاديميات ويحطوا تاوعنا يتعلموا، وتاوعنا كي يتعلموا التكوين يروحوا يخدموا في الانديه باش الكره تتطور. هذا واش نتمنى، ونتمنى صادي ولو يسمع فيا وروح جيب كيروش، ما تسمعش هذو قنوات تلفزيونيه ما عندهمش علاقه مع كره قدم. اللي قال لك كيروش يلعب باللور، سي نورمال كيروش يلعب باللور، انت تقبض تلعب مع تحكم تاع بكل احترامي لاخي خاوتي المصريين، تلعب انت بلي جوار يلعبوا في الشامبيونات تاع مصر، فيزيك ناقص، كي يكون فيزيك ناقص ما تقدرش تفتح اللعب، وباش تفتح اللعب لازم لك اللياقه البدنيه ولازم لك السرعه. سي بور سا هو كيروش مع مصر كان يغلق ويلعب بلي كونتر، يلعب لي جوار تاع الشامبيونات تاع مصر، والشامبيون المصريين ما افونساوش في الفيزيك، ما زادوش لي بريباراتور فيزيك تاع الانديه المصريه مستوى ضعيف، جانب البدني ما يخدموش. سي بور سا كيروش يغلق يلعب لي كونتر، جوار ماشي اون فورم ما تقدرش تفتح اللعب. هذه رساله نوجهها للناس اللي ما عندهمش علاقه مع كره قدم، يقول لك كيروش يلعب اللور.